فيديو النهارده هنتعرف على المباريات المتبقيه للسيتي والارسنال. عندنا اخر مباراه للسيتي لعبها قصاد ليستر سيتي وانتهت المباراه بفوز مانشستر سيتي بثلاث اهداف لهدف. عندنا الارسنال في اخر مباراه تعادل مع ويست هام بهدفين لهدفين، فبكده عندنا الارسنال متصدر الدوري الانجليزي ب 74 نقطه لعب 31 مباراه. السيتي المركز الثاني 70 نقطه لعب 30 مباراه. يعني لو مانشستر سيتي كسبت المباراه المتبقيه هيبقى كده 73 نقطه فرق نقطه عن الارسنال، ولو فرضنا ان الفريقين كسبوا الماتشات كلها هيحصل ان الارسنال هيكسب الدوري، لكن في مباراه ما بينهم هي الفاصله، فهي المشكله في كده. لو كان المباراه ديت قبل النتائج ديت كان خلاص كده الارسنال هيكسب بفرق نقطه لو كسب بقيه المباريات يعني، لكن المشكله في مباراه ما بينهم في الجولة 33 دي تعتقد انها هي اللي تحدد الدوري الانجليزي يروح للسيتي ولا الارسنال، واعتقد نسبة كبيرة ممكن يروح للسيتي لان الارسنال لحد دلوقتي بدأ في الهبوط لان تعادل اخر ماتشين قصاد الليفر وقصاد ويست هام، وعلى طول بقى متقدم 2-0 لقيه تعادل، يعني المباراة انتهت في الاخر 2-2، دي صدفة غريبة. السيتي ما شاء الله فاتحين لحد دلوقتي بيستغلوا سقوط الارسنال وبيحاولوا ان هم يوصلوا لصدارة الدوري الانجليزي. عندنا نبدأ اول حاجة بمباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الانجليزي. عندنا الاسبوع 33 هيلعبوا الارسنال يوم 26/4/2023، المباراة هتلعب الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة. طبعا في مباراة في الجولة 32 هتكون قصاد برايتون، المباراة دي هتتأجل بسبب مباراة السيتي قصاد بايرن ميونخ. عندنا الأسبوع 34 عندنا مباراة السيتي وفولهام هتكون يوم 30/4/2023، المباراة هتتلعب الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا في مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 هتكون قصاد ويست هام هتتلعب يوم 3/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 35 عندنا السيتي هيلاعب ليدز يونايتد يوم 7/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 36 السيتي هيلاعب إيفرتون يوم 13/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 4 مساء. عندنا الأسبوع 37 السيتي هيلاعب تشيلسي يوم 20/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 38 وآخر جولة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين مانشستر سيتي وبرينفورد، المباراة هتتلعب يوم 28/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وبكده يكون مانشستر سيتي أنهى مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي. نخش بقى على مباريات الارسنال المتبقية في الدوري الانجليزي. عندنا في الاسبوع 32 عندنا الارسنال هيلاعب ساوثهامبتون يوم 21/4/2023، المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء. عندنا الاسبوع 33 مانشستر سيتي والارسنال، المباراة دي هتتلعب على ارض السيتي، المباراة هتتلعب يوم 26/4/2023، المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. في الأسبوع 34 الأرسنال هيلاعب تشيلسي يوم 2/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 35 الأرسنال هيلاعب نيوكاسل يوم 7/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 36 الأرسنال هيلاعب فريق برايتون يوم 13/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 4 مساء. عندنا في الأسبوع 37 عندنا الأرسنال هيلعب نوتنجهام فورست يوم 20/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة. عندنا الأسبوع 38 الأرسنال هيلعب فريق وولفرهامبتون يوم 28/5/2023، المباراة هتتلعب الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وبكده يكون أنهى فريق الأرسنال مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي، وهي نسبة كبيرة مباراة السيتي والأرسنال هي اللي تحدد من اللي يفوز بالدوري الإنجليزي، لأن إذا فاز السيتي خلاص نقول مبروك للسيتي، إذا فاز الأرسنال نقول مبروك للأرسنال في حالة إذا فاز بجميع مبارياته المتبقية. وقبل ما ننهي الفيديو عايزكم تتوقعوا كده وتكتبوا في التعليقات مين اللي هيفوز بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، هل
الارسنال هو اللي هيفوز ولا مانشستر سيتي هيعمل ريمونتادا ويفوز بالدوري الانجليزي في موسم صعب ليه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.